في رسمة بقى لطيفة جدا تورينا كل العلاقات بتاعت كل الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده. يعني احنا عندنا دلوقتي الحاجات اللي ممكن تطلع الفوتونز والالكترونز، اوكي، ودي كل انواع الانتراكشنز اللي احنا ممكن نشوفها، اوكي، دي الحاجات الاساسية على الاقل. في عندنا فوتو الكتريك افكت، في عندنا كومبتون افكت او اللي هو الانكوهيرنت سكاترينج، ونتكلم على البير برودكشن. طبعا الكوهيرنت يعني قلنا ان هو يعني شبه الانكوهيرنت بس ما بيحصلش تغيير الانرجي. هنتكلم على ان ايه الكومبتون ده هو الموست كومن، هو ده اللي يهمنا اكتر. فنلاقي ان في كل دول الانبوت ليهم هو عباره عن فوتون. بالنسبه للفوتو الكتريك افكت بيطلع لي فلوريسنس فوتون اللي هو بيطلع لي من دي اكسايتيشن، زائد الالكترون بيطلع لي من فوتو الكتريك افكت، اوكي، فيبقى في عندي الكترون طلع وفوتون طلع في دي اكسايتيشن. في الكومبتون سكاترينج بيطلع لي اصلا فوتون والكترون، اوكي، لو كنا بنتكلم على سكاترد فوتون وريكويل الكترون. في البير برودكشن بيطلع لي البوزيترون والبوزيترون والالكترون، والاثنين دول زي ما كنا اتفقنا ان هما الاثنين بيعتبروا الكترونز، بس اكشوالي هما الاثنين بيتحدوا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها انايليشن راديشن، بيطلع لي هما الاثنين تو فوتونز مقابلين للايه لنص الانرجي بتاعت مجموع الاثنين دول، اوكي. فالانايليشن راديشن ده بيطلع لي فوتونز اول لما دول بيطلعوا على طول. في حاجه بقى ما اتكلمناش عنها لسه، احنا ممكن لو احنا عندنا الماتر احنا بن بدل ما كان عندنا بن بنكسايت او بنعمل مثلا راديشن بفوتونز، لا هعمل راديشن بالكترونز، يعني همشي مثلا بيم اوف الكترونز واخليها تمشي جوه تارجت. التارجت ده نتيجه لكده، نتيجه ان الانبوت بتاعي بيبقى الكترون، بيعمل حاجه اسمها بريمشترالونج ده بتيجي طلع لي فوتون. ده دي اكشولي البروسيس دي هي البروسيس بتاعت الجنريشن بتاع الاكس راي.